اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودنا حضراتكم عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن حضراتكم اسمحوا لي قبل ما ابدا حلقتنا النهارده اتكلم في قضيه شديده الاهميه، وهي قضيه اراضي بئر العبد وربع في سيناء، وتحديدا مزادات 2017 و2018. حوالي 1000 اسره فازت ب1000 قطعه في قلب مناطق بئر العبد وربع. بئر العبد كانت الاراضي تمليك، وفي ربعة كانت الأراضي بحق الانتفاع، وفي كلا الجهتين تم الحصول على الأراضي بأعلى سعر تزايد. كفاية أقول لحضراتكم أن بعض المساحات في أراضي التمليك وصل سعر الفدان فيها لأكثر من 200,000 جنيه، أما حق الانتفاع فبلغ 6,500 جنيه. الناس اشترت هذه الأراضي سواء بالمزاد للتمليك أو بحق الانتفاع زي ما قلنا قبل كده وحضراتكم حفظتوا، اشتروها مستصلحة، يعني الأراضي وصل لها البنية الأساسية، ولكن من 2017 لغاية النهاردة لم تنفذ سوى البنية القومية اللي نفذتها الدولة، بنية جبارة يأتي في مقدمتها ترعة السلام، هذه الترعة اللي المية لو فاضت على الجنبين هيتزرع ملايين الأفدنة في مناطق سيناء. المهم أن هذه المياه حتى اليوم لم تصل إلى داخل الأراضي في مناطق بئر العبد وربعة، والسبب بسيط جدا، أن هذه المساحات والتي تصل إلى 12,664 فدان تم تقسيمها إلى قطع 20 فدان، وفي بعض القطع أقل من كده، يعني 11 فدان و12 فدان. هذه المساحات تم تقسيمها على الورق، يعني لو جينا نبص في بعض القطع حبيسة ما فيش جنبها حتى طريق، يعني المفروض أن الدولة هي اللي تتحرك فورا عشان تحدد الطرق وتحدد مسارات المياه والترع الفرعية، وأيضا مسارات خطوط الكهرباء التي ستخدم كل هذه المساحات الضخمة. هو ده تعريف الأراضي المستصلحة حسب كراسة الشروط وحسب العقود المحددة مع كل المنتفعين. الناس كلها استلمت عقودها وتنتظر توصيل البنية الأساسية. احنا بنتكلم في طرق، بنتكلم في مية لازم توصل حتى داخل هذه الأراضي على ناصية الأرض، بنتكلم في كهرباء. هنا احنا فزنا ب 12,664 فدان، فزنا ب 1000 أسرة ستتجه إلى القطاع الزراعي بكل مدخراتها وأملاكها. المهم أن هؤلاء الناس بقالهم 4 سنين لغاية اليوم منتظرين تحقيق الحلم، وهو المشاركة في حلم الدولة وهو تعمير سيناء. للأسف حدثت العديد من الخلافات ما بين المنتفعين وما بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، جهة الولاية وجهة التصرف في هذه المساحات. الهيئة مش عايزة تلتزم بشروط التعاقد، وهو تسليم هذه الأرض كاملة البنية والمرافق لكل المنتفعين، والمنتفعين والفائزين بالأراضي متمسكين بشروط التعاقد سواء في كراسة الشروط أو في العقود. طبعا الخلاف يمكن أن يحسم بكل سهولة إذا فكرنا في الهدف الأسمى، وهو تنمية شمال سيناء، تنمية مساحات ضخمة في هذه المساحات الصحراوية الشاسعة. حضراتكم زرتوها معانا أكثر من مرة في برنامج الجدعان. الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعتت مذكرة لمجلس الوزراء حتى يحسم هذه الأزمة الكبرى ما بين 1000 منتفع فازوا بالأراضي في مزادات 2017 و2018 تمليك وحق انتفاع، وما بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والخلاف على من سيتحمل تكلفة البنية الأساسية. تخيلوا حضراتكم بعد 4 سنين جايين النهاردة نتكلم ونقول مين اللي هيتحملها، رغم أن كراسة الشروط واضحة ومحددة، الأراضي مستصلحة، يعني الدولة تتحمل تكلفة البنية، أو تحديدا الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. المنتفعين في انتظار قرار مجلس الوزراء، وكلهم ثقة أن هذا المجلس الموقر لن يخزل أصحاب الحقوق على الإطلاق. هم ليهم 4 مطالب مشروعة. هذه المطالب أول حاجة عدم استبدال أراضيهم. خلي بال حضراتكم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتقترح أحد الحلول هو استبدال أراضيهم من مآخذ لمآخذ أخرى. إزاي أشتري أرض بمزاد قانوني، مزاد علني بعد معاينتي ليها، واستلم الأرض واستلم عقودها، وبعد ذلك نقول هنبدل الأرض، والحجج وهي زي ما قلنا 1000 مرة في برنامج الجدعان. أصلا ما نقرب الناس من بعض
نقدر نعمل لهم البنية. طيب ما تقرب الناس اللي اشترت أراضي في مآخذ لم يباع فيها سوى 6 أو 7 قطع وضمهم للمآخذ اللي تم بيعها بالكامل، كل مآخذ فضل فيه 5 و6 قطع، ضم هؤلاء إلى هؤلاء عشان نقفل مأخذ كامل، ولكن أن نأخذ المنتفعين من مآخذ تم بيع 90% من أراضيها وننقلها لمناطق تانية هو أمر غير مقبول. أنا عينت الأرض دي وزايدت عليها ودفعت فيها أعلى سعر ومن حقي إن أستلمها، ومن حقي كمان إن أنا أخدها مستصلحة. وعلى فكرة ده المطلب التاني لأهلنا الفائزين بأراضي شمال سيناء في بئر العب وربع. الناس عايزين البنية الأساسية، يعني بنتكلم في مية وبنتكلم في طرق وبنتكلم في كهرباء. تالت حاجة لازم نعيد تسليم الأراضي لكل المنتفعين بمزادات 2017 و2018 ونمنحهم مهلة جديدة. ما ينفعش أقول له ما أنا سلمتك الأرض من 2017 وأنت تقاعصت عن استصلاحها، طب ما أنا ما كانش عندي أي بنية أساسية تساعدني في استصلاح هذه المساحات. أنا عشان أوصل المية من الترعة أنا عايز ملايين الجنيهات، كيف يمكن لمزارع لا يمتلك سوى 20 فدان أن يوفر ملايين الجنيهات لتوصيل البنية الأساسية إلى أرضه؟ ده دور الدولة، وده اللي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال الناس مش هتقدر ولازم نساعدهم، وقال إن مفيش أراضي بعد كده هتتوزع أو تتباع أو حتى تطرح بحق الانتفاع إلا مكتملة البنية. دي رؤية الدولة، الرؤية الصائبة. رابع حاجة بيطالب بيها المنتفعين وده أبسط حقوقهم، إيقاف تحصيل أي مستحقات عن هذه الأراضي سواء تمليك أو حق انتفاع إلا بعد توصيل البنية الأساسية. نسلمهم المفتاح نبدأ ناخد مستحقاتنا، ولكن يكفي ما تم سداده حتى اليوم. الناس خلاص باعت اللي وراها واللي قدامها وحلمها الحصول على هذه الأراضي، والحلم سيتحقق أخيرا. الناس كلها على أهبة الاستعداد للاستصلاح والاستزراع لهذه المساحات، يعني بنتكلم في 12664 فدان هتدخل الخدمة فورا، وهنكسب 1000 مزارع جاد في شمال سيناء. دي قضية مهمة جدا، أراضي بئر العبد وربع في انتظار قرار مجلس الوزراء. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا ايه النهاردة في برنامج الجدعان. فقدت مصر خلال الساعات القليلة الماضية الدكتور أبو الفتوح عبد الله العالم المخضرم والأستاذ بالمركز القومي للبحوث وراهب المورينجا، ولكن القدر منح فريق الجدعان اللقاء الأخير مع الدكتور أبو الفتوح عبد الله. اتكلمنا عن أبحاثه وعن علمه والذي سيظل خالدا أمد الدهر. عزاء برنامج الجدعان الوحيد هو أن الأبحاث التي قام بها الدكتور أبو الفتوح عبد الله ستظل باقية. خالص العزاء لأسرة وأحباء الدكتور أبو الفتوح عبد الله راهب المورينجا. خليكم معنا. الدكتور أبو الفتوح عبد الله في ذمة الله. خبر صادم، مصر فقدت واحد من أبرز علمائها في القطاع البحث الزراعي والتصنيع الزراعي والملقب براهب المورينجا ورئيس الجمعية المصرية العلمية للمورينجا بالمركز القومي للبحوث، واللي بقاله أكتر من 12 سنة متفرغ لشجرة المورينجا ومنتجاتها، واستخلص منها حوالي 7 منتجات مفيدة لصحة الإنسان من الأوراق والسقان والجذور، يعني فعلا أثبت إنها شجرة عجيبة. قابلناه برنامج الجدعان في مزرعته على طريق الإسماعيلية عشان نكرمه لأنه يستحق، لكن القدر لم يمهله عشان يشوف تقريرنا عنه ومدى توقيرنا لجهده وأبحاثه وتوفاه الله. يعني اللي حضراتكم هتشوفوه دلوقتي هو اللقاء الإعلامي الأخير في حياة الدكتور أبو الفتوح عبد الله راهب المورينجا عليه رحمة الله. مزرعة الدكتور أبو الفتوح عبد الله راهب المورينجا مساحتها 4 فدان تقريبا، وعامل فيها صوبة ضخمة لزراعة المورينجا اللي بيحصدها أول بأول كنبات ساحر، ده بخلاف زراعات مانجا متعددة أصناف محلية ومستوردة، لكن كل تركيزه عليه رحمة الله كان على المورينجا
تعالوا نقابل الدكتور أبو الفتوح عبد الله راهب المورينجا. اللقاء الأخير. أولاً أنا متفاجئ باللي احنا شايفينه النهاردة في مزرعتك الخاصة. أنت حتى في مزرعتك الخاصة مش سايب المورينجا، يعني مش شغل المركز بس، لا كمان في مزرعتك الخاصة. بس أنا أول مرة أشوفها زي البرسيم، ممكن تتحش. شجرة المورينجا دي شجرة ربانية من أيام قدماء المصريين، موجودة في منطقة الطور جنوب سيناء، واستخدمها قدماء المصريين في حاجات كتير جدا، في التحنيط، في علاج كتير من الأمراض، استخدموها كصن بلوك بالنسبة لهم لأن كانت حرارة الشمس بتأذيهم جدا، للحماية من الشمس. شجرة المورينجا ربنا حباها إن الورقة بتاعتها فيها كميات من الفيتامينات، زي فيتامين سي، زي فيتامين اي، زي فيتامين اي، زي فيتامين بي 1 وبي 2 وبي 3. زي في الاحماض الامينيه موجوده بنسبه عاليه جدا، يعني جاهزه لتعويض اي خلايا تموت في جسم الانسان داخليا او خارجيا. المورينجا ملهاش اي سايد افكت. المورينجا بتستخدم كنبات غذائي، مكمل غذائي، وبتستخدم كمحصول من محاصيل الخضر في جنوب شرق آسيا. بيستخدموها، بيطبخوها زي السبانخ، بيستخدموا الورق الأخضر بتاعها في السلطة، بيستخدموا البذور بتاعتها زي التسالي عندنا في المقلة، يحمصوها وتحطها السلطة. ياريت كل طبق سلطة في مصر فيش 10 ورقات من المورينجا. يحطوها تابل على الاطباق بتاعة الخضار بعد الطهي، بحيث ما يتأثرش فيها فيتامين سي اللي موجود. بتستخدم القرون بتاعتها، بتطبخ زي الفاصوليا الخضراء، وبتتباع عند بتاع الخضار عادي جدا كمحصول من محاصيل الخضر، لان المورينجا ثبت ان هي ليها فاعليه رهيبه جدا 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 في علاج اكتر من 300 مرض، ودي المقدمه اللي بتتكتب في ابحاث كتيره اجنبيه. 300 مرض تقي وتعالج اكتر من 300 مرض. يعني أبسط حاجة فيها عنصر الزنك المتواجد في المورينجا، اللي هو بيظبط المناعة، والمناعة ده الجهاز أو الحائط الصد اللي ربنا خلقه لنا علشان يقينا من أي أمراض خارجية ويعالج لنا أي أمراض داخلية. فيتامين سي 7 أضعاف اللي موجود في البرتقال، وده من أكبر المكملات الغذائية، أو من أكبر ده في الشجرة ولا في الورقة؟ في الورقة. الورقة فيها 7 أضعاف اللي موجود في البرتقال، 7 أضعاف وزن بوزن. البوتاسيوم اللي هو بتاع الذاكره والزهايمر 3 أضعاف اللي موجود في الموز، ده للذاكره والزهايمر. فيها 4 أضعاف الكالسيوم اللي في الحليب، ده للهيكل العظمي وبناء الهيكل العظمي والتئام الكسور بتاعه الهيكل العظمي. فيها مضادات حيويه كتير جدا، مضادات التهابات داخليه وخارجيه. فيها فيتامين اي 3 أضعاف اللي موجود في اللوز. فيها البروتين. انا مره اكلت فراخ متغذية على المورينجا. تمام. اقسم لك يا دكتور ان الفص مسكر. تمام. صح. تخيل دي. صح. يا دكتور ابو الفتوح، انا لما جيت لحضرتك في المركز القومي للبحوث، انت حضرتك وريتني رسائل دكتوراه عن استخدام المورينجا في علاج سرطان الثدي. تمام. وسرطان البروستاتا اللي هو قاتل الرجال. تمام. والكانسر بتاع الثدي اللي احنا بنعاني منه النهارده والدوله كلها على هبة الاستعداد لمواجهته. صح. تمام. احنا عندنا رسالة دكتوراه حديثة جدا بتاعت السنة اللي فاتت عن وقاية وعلاج سرطان الثدي، بالإضافة إلى ذلك إن احنا عندنا من قبل كده عندنا رسائل ماجستير ودكتوراه على علاج السكر، اللي هو إعادة نمو أو إنماء خلايا بيتا لانجرهانز اللي موجودة في البنكرياس اللي بتفرز الأنسولين. دي رسالة دكتوراه متناقشة في جامعة القاهرة عن علاج السكر بالمورينجا والوقاية منه. عجبني قوي يا دكتور معلومة جات لي كده وأنا جاي في طريق لحضرتك، وإحنا بنتفق على يوم التصوير ده، قلت لي يا محمد إحنا قدرنا نوصل لشتلة باسم المركز القومي اسمها مورينجا أوليفيرا. أنت كده خلت لنا المورينجا إحنا بلد منشأ ليها. تمام. صح كده؟ تمام. أهمية ده، وهل الشتلات دي متوفرة ولا لأ، وزراعتها دراسة الجدوى بتاعها بتقول إيه؟ إحنا ما حدش بيعترف بينا إن إحنا زارعين مورينجا، مع إن المورينجا هي الأصل عندنا من 7000 سنة، لدرجة إن في مخطوطة بخط أحمد أفندي كمال، ده ذا فيرست بيولوجيست، البيولوجي الأول في مصر، سنة 1895، مدعى في المتحف المصري، أنا عندي نسخة منها، بيقول إن الناس لما كانت زمان بينسوا اسم مصر كانوا بيقولوا البلد المورينجا. يعني كانوا بيقولوا بيفتكروا مصر بالمورينجا. فإحنا جينا في 2010 ما بقاش عندنا مورينجا وما نقدرش نصدر مورينجا. بعد ما حاولت، أنا بلانت بريدر أو مربي نبات أصلا، فوجهت نفسي بدل ما ربي مع أصناف خضر
فاشتغلت على المورينجا وعملت انتخاب في أشجار المورينجا اللي موجود عندي في المزرعة لحد ما توصلت على صنف مورينجا ثنائي الغرض، ممكن أخد منه الأوراق زي ما احنا شايفين كده، ممكن كثيف أخد الأوراق يبقى كثيف الأوراق، وممكن أخد منه كثيف البذور كمان. احنا عندنا في مصر من 8 شجرات مورينجا كانت موجودة في مصر في 2010، احنا عندنا دلوقتي حوالي 3000 فدان حش اللي هو إنتاج الأوراق، وعندنا أكتر من 2 مليون شجرة مورينجا لإنتاج البذور، وعندنا دلوقتي إحصائيات وزارة الزراعة بقى فيها تصدير للمورينجا، يعني في بقى في بند اسمه مورينجا صدرنا منها قد كذا. أنا بقى طب وعطري. الدكتور أبو الفتوح عبد الله راهب المورينجا عليه رحمة الله اتخرج في كلية الزراعة بجامعة الزازية سنة 1979، وحصل على الدكتوراه بمنحة مشتركة ما بين جامعة عين شمس وجامعة ديفيس كاليفورنيا في إنتاج تقاوي الخضر، وتعين في المركز القومي للبحوث سنة 1982. وعلى فكرة هو بدأ أبحاثه على شجرة المورينجا من سنة 2009، وكان كل يوم بيكتشف أسرار جديدة. شجرة المورينجا زي ما حضراتكم شايفين لها فوائد عظيمة جدا زي ما سمعنا من الدكتور أبو الفتوح عبد الله. دلوقتي هنتعرف كمان على فوائد كل منتج من المنتجات دي. 11 سنة والدكتور أبو الفتوح اللي هو راهب المورينجا بيشتغل عليها. ادي شاي المورينجا ليه فوائد عظيمه جدا. ده زيوت المورينجا، والزيوت دي خارجه من البذره على البارد. كمان عندنا مستخلصات الورق، عندنا الورق نفسه، الورق ده مهم جدا. الثمره نفسها دي لما تفتحها من جوه ويطلع من جواها بذور بتطبخ لو هي فريش كده يعني لسه فيها ميتها كده، دي بيطبخوها في العديد من دول العالم وتتاكل زي الفاصوليا واللوبيا والحاجات دي. اما وهي ناشفه بيطلع منها البذره السحرية دي، وسبحان الله ربنا عمل لها مخدة عشان تطير في أي مكان في العالم وتتزرع بدون ما حد يتدخل. يعني القشرة اللي حواليها دي بتخليها خف الريشة فتطير وتبعد عن الشجرة الأم وتتزرع وتنشر خير المورينجا في العالم كله. خلي بال حضراتكم، الدكتور أبو الفتوح عبد الله عليه رحمة الله عضو بمنظمة الأغذية والزراعة من سنة 1985، وعشقه للمورينجا ورثته بنته الدكتورة منى أبو الفتوح، واللي حصلت على الدكتوراه في نبات المورينجا من قسم العقاقير في كلية الصيدلة بجامعة الأزهر، وهي متخصصة في استخدامات مستخلصات المورينجا في الأدوية البشرية. قدامنا المنتجات هي، قول لنا كل منتج وفوائده. تمام، احنا عندنا هو موجود في المركز القومي للبحوث. تمام، صح كده؟ أول حاجة بدأنا بيها اللي هو جمع أوراق المورينجا وتجفيفها في الظل وتعقيمها واستخدامها كشاي. شاي المورينجا يا جماعة، ده اسمه شاي المورينجا للمركز القومي للبحوث، يعني الدولة اللي عاملاه. ده علاج جيد جدا جدا، أو هنقدر نقول إن هو مكمل غذائي قوي جدا يساعد في علاج الضغط والسكر. وأبحاثنا اللي احنا عملناها ورسائل الماجستير والدكتوراه اللي عملناها على السرطان أثبتت إن هو وقائي وعلاج لسرطانات الخصية والبروستاتا وعنق الرحم، قاتل الرجال لسنوات قادمة البروستاتا. والمخ. ايه بقى يا دكتور الصابونة دي؟ الصابونة دي صابونة جليسرين طبية معمولة من مضاف عليها مستخلص أوراق المورينجا، موجودة برضو في المركز القومي للبحوث. صابون المورينجا ده صابونة جليسرين، صابونة طبية ودي كويسة جدا لحب الشباب، للنمش، للهالات السوداء، للتجاعيد، لقشر الشعر. ما شاء الله مديها نتائج مبهره جدا جدا بالنسبه. يا دكتور ما فيهاش اي مواد كيماويه؟ لا 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 خالص، كلها مورينجا طبيه، مورينجا زيت ومستخلص. زيت ومستخلص، زيت ومستخلص المورينجا. عندنا الزيت بتاع المورينجا اللي احنا شايفينه ده الزيت اللي هو مستخلص من بذور المورينجا، وده ميزته ان فيه اوميجا 3 و6 و9 وكويس جدا بالنسبه للكوليسترول وضيق الشرايين وتصلب الشرايين. يا جماعه ده الزيت اهو، وعضله القلب، تنشيط عضله القلب، فهو ده كويس جدا بالنسبه لحاجات الدوره الدمويه او الامراض الخاصه بالدوره الدمويه. ودي علبته والنهايه محطوط عليها البذور، وان ده زيت يعني بذور عصير المورينجا خام، زيت يعني البذور على البارد وما فيش عليه على اي اضافات، مش اي تسخين ولا حاجه، معلش اي اضافات. يعني ايه تاني يا دكتور؟ عندنا بقى اللي ما قدرتش اتحصل عليه اجيبه معايا النهارده، في مطحون بذور المورينجا، وده ليه 3 فوائد. الفايدة الأولى بتاعته تطهير القناة الهضمية،
ومن جرثومة المعدة، الكولوستوما، الأميبا، حتى البكتيريا الضارة، حتى البكتيريا الضارة في القولون اللي هي بتسبب القولون العصبي، جذور المورينجا بتساعد في علاجها، بالإضافة إلى تنشيط عضلة القلب ووقائي من السرطانات. منتجات المورينجا اللي نجح في استخلاصها الدكتور أبو الفتوح عبد الله عليه رحمة الله بتتباع النهاردة في المركز القومي للبحوث بتكلفة إنتاجها، وهي شاهد على أبحاثه وإخلاصه بعمله. خالص العزاء لأسرة الفقيد ولكل محب للبحث العلمي، ومدرك أنه أمل مصر للنهوض والرقي في جميع القطاعات. دلوقتي هناخد حضراتكم في زيارة إلى محافظة البحر الأحمر، وتحديداً منطقة سهل حشيش. هناك كان في مؤتمر مهم جداً عن صناعة الدواجن اسمه توك 3. احنا بنتكلم عن صناعة الدواجن ونظمته شركة MSD الأمريكية العملاقة، ودي واحدة من أكبر شركات اللقاحات في العالم. المهم أن في هذا المؤتمر العلمي اتكلمنا عن أمراض صناعة الدواجن، اتكلمنا عن مخاطر الشتاء المقبل على صناعة الدواجن، كمان هنقابل الدكتور مجدي حسن نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، وهيكشف لأول مرة خطة الدولة لتنظيم صناعة الدواجن. خليكم معنا. شركة MSD الأمريكية من أكبر شركات العالم المنتجة للأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية، ونظمت فكرة في مصر رائدة فعلاً، وهي ملتقى للحوار بين أهم الاستشاريين في قطاعات صحة الحيوان، حديث العلم والإبداع بعنوان توك 3 Innovation، بهدف عرض أحدث الاتجاهات المستقبلية في لقاحات الدواجن. الملتقى الثالث نظمته شركة MSD الأمريكية لصحة الحيوان في سهل حشيش بمحافظة البحر الأحمر، الكل متفرغ للإبداع. تعالوا في البداية نقابل الدكتور ممدوح محفوظ المدير التنفيذي لشركة MSD في مصر والسودان والسعودية وشمال أفريقيا، واللي هيشرح أهداف الملتقى وفكرته. أهلا بحضرتك يا دكتور، وعايز أقول لك الفكرة عجباني جدا، توك 3 Innovation، حوار إبداعي عن صناعة الدواجن وهي تستحق. الفكره جت منين؟ احنا شايفين توك 3 يعني كان في توك 1 وتوك 2، صح كده؟ احكي لنا دكتور الفكره. احنا من 3 سنين تقريبا فكرنا ايه الجديد اللي ممكن نقدمه للصناعه في مصر وفي المنطقه اللي احنا مسؤولين عنها زي ما حضرتك قلت. وكان في مستحضر مهم جدا، لقينا ان هو ده مستحضر لاول مره بيدخل في المنطقه، اللي هو مستحضر انوفاكس ان دي اي بي دي، اللي هو كان معظم الكلام عنه النهارده. فاحنا ابتدينا معاهم بالفكر ده، ان احنا ايه اللي ممكن يحصل بشكل مش يعني مظبوط مننا، من الشركه او من السوق او من الدواجن نفسها، يخلينا نفشل. وقعدنا نجمع كل الاراء، وده كانت في الانتوك 1، وجمعنا كل الآراء، وبعدين مع الشركة الدولية اللي هو الشريك النجاح معنا في المؤتمر وفي المستحضر، بدأنا نفكر مع بعض داخلي، وبعدين بدأنا نكتب كل الحاجات اللي قالوها الزملاء إيه اللي ممكن يفشل الحاجة، وبدأنا نتجنبها ونعمل عكسها تماما. اللي قدام حضراتكم هو الدكتور مجدي حسن نائب رئيس الاتحاد العام لمنتج الدواجن ورئيس شركة IFT للقاحات والأدوية البيطرية، هيكشف دلوقتي في لقائنا معاه خطة الدولة لإعادة تنظيم صناعة الدواجن. ركزوا معاه. دكتور مجدي فرحتنا النهاردة، حركة النهاردة طلعت كده على المسرح قلت 3 كلمات هديت كل الناس الموجودين، احنا هنعمل لجنة لتنظيم صناعة الدواجن، ده بموافقة مجلس الوزراء، وعلى فكرة دي توصية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. مظبوط. هنعمل مركز للأوبئة، مهم جدا للصناعة، صح كده؟ مظبوط. اشرح لنا دكتور، وخصوصا ان انت اطلقت كمان كلام مهم جدا ان في تعاون ما بين وزاره الزراعه والبورصه المصريه. نبدا من اول حاجه لجنه تنظيم الصناعه، وخلينا نرجع بس للموضوع، وضع صناعه الدواجن النهارده ينقصها التنظيم. تمام.
احنا لازم الانتاج يبقى منظم على مدار ال 52 اسبوع، ويبقى مراعاة المواسم اللي بيحصل فيها ضغط على المنتج سواء في رمضان، والمواسم اللي هي ما بيحصل فيها ضغط على المنتج زي العيد الأضحى المبارك يعني. فنمرة واحد احنا كنا حاطين في ذهننا موضوع ان لازم الصناعة تنظم زيها زي اي صناعة موجودة في مصر وزيها زي اي صناعة موجودة برا. فالحقيقة كان في لقاء مع معالي وزير الزراعة السيد سيد القصير مع رئيس الجمهورية، وابتدى يعرض تصوراته لصناعة الدواجن. فمن ضمن الطرح نمرة واحد إنشاء لجنة تخص بالضبط إنها تخطط صناعة الدواجن وتحط سياسات هدفها تنمية الصناعة والحفاظ عليها وحل المشاكل اللي بتواجهها. فدي طبعا خطوة مهمة جدا هنطلع منها بتصور إعادة تنظيم صناعة الدواجن مرة تانية، ونحط لها الأسس والنظم اللي احنا نحافظ بها ونساعد على تنميتها في الفترة الجاية. الاقتراح الثاني اللي توافق عليه اللي هو إنشاء مركز أوبئة بيطرية، وإحنا كنا من زمان بالنادي بموضوع الخريطة الأوبئية وكذا طبعا. فمعالي وزير الزراعة بصراحة يعني نشكره على هذا العرض، ونشكر معالي رئيس الجمهورية إن هو أدى موافقته لإنشاء هذا المركز. ثالث حاجة اللي هي الشركة البورصة السلعية. شركة البورصة السلعية دي منشأة قرار إنشاء أقصد من معالي دولة رئيس الوزراء. الهدف منها أن النهاردة كل الحصلات الزراعية هيتم تداولها من خلال البورصة دي، بناء على توقيع البروتوكول اللي تم مع معالي وزير الزراعة ورئيس البورصة أن منتجات الدواجن هتخش من ضمن البورصة السلعية. احنا عندنا لجنة اسمها ثلاث اتنينات منشأة بقرار رئيس الوزراء، هدفها انها تشوف مصر محتاجة قد ايه من الاستيراد او مش محتاجة، الاعتماد على السوق المحلي في الانتاج. هل اللجنة دي اتلغت ام انضمت الى لجنة تنظيم الصناعة؟ هي اللجنة القائمة اللي هي ثلاث اتنينات كان هدفها التنسيق ما بين احتياجات السوق، واذا كان في اي عجز او اي حاجة بتم تعويض العجز ده من خلال الاستيراد، بالتنسيق طبعا مع الاتحاد المنتجي الدواجن ووزارة الزراعة. فاللجنة دي هيتم تعديل اسمها، هتبقى خاصة بلجنة للسياسات وتخطيط وتنمية صناعة الدواجن، وهيضاف على تشكيلها اختصاصات أربع أساسا من الجامعات المصرية في مجال التغذية والتربية واقتصاديات إنتاج الدواجن والأمراض. طبعا ما يخفاش على حضرتك الحديث الدائر عن ارتفاع أسعار الإنتاج الدواجني وكرتونة البيض، وحضرتك نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، تحليلك يا دكتور لهذا الوضع اللي أنا شايف إن المربي فيه بيتعرض لظلم شديد جدا. أولا منتجي بدر مائدة واجهه السنة اللي فاتت مشاكل كبيرة جدا نتيجة الكورونا وإحجام السياحة، فأصبح العرض أكتر من الطلب، نتج عن كده انهيار أسعار البيض، وابتدى الناس تبيع أقل من التكلفة، وتم التخلص من القطعان أو تم تقليل الطاقة الإنتاجية للبيض. طبعا شيء طبيعي أما قل العرض ابتدى الطلب يزيد وابتدى الأسعار تزيد بناء على هذا الأساس. فالمفروض دلوقتي ان احنا نبتدي نحاول نرجع الطاقة الانتاجية للمعدلات السابقة مع الحفاظ على المعادلة السعرية، لان دي مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للبيض المائدة. في الملتقى الثالث توك 3 انوفيشن قابلنا الدكتور مصطفى بسطامي استاذ امراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة سابقا، وطبعا ناقشناه في حال صناعة الدواجن ومخاوفنا من ارتفاع الاسعار في الشتاء المقبل. بكل وضوح يا دكتور إذا حضر الماء بطل التيمم، حضرتك النهاردة نبهتنا إلى خط الدفاع الأول عن صناعة الدواجن، التحصين في الأعمار المبكرة. اشرح لنا دكتور عشان نعرف أهمية هذا الإجراء في التربية. الحقيقة أنا كنت أقصد بهذا الكلام الاستعداد من أول يوم، يعني كل ما أنت أمنت نفسك مبكرا كل ما وفرت على نفسك مشاكل كتيرة أوي. أكيد دلوقتي التكنولوجيا تقدمت والدنيا تقدمت، في تحصينات بتتم في عمر يوم من قبل الطائر ما يطلع من المعمل التفريغ يروح المزرعة. معنى كده أن أنا كتكوتي لازم أجيبه من شركة كبيرة عشان أضمن التحصين السليم.
طبيعي طبيعي، انت بتختار احسن حاجه واضمن حاجه، وكل ما كانت الشركه كبيره وامكانياتها اكبر واجراءاتها اكتر وفيها دقه وفيها ناس متدربه على طريقه الحقن نفسها، كل ده ميزه طبعا. انما ما ينفعش اروح اجيب عيال صغيره في المعامل الصغيره ونحينها بالابر العاديه، يعني عمليه شقه وبيطلع منهم نسبه كبيره جدا ما بتاخدش اللقاح وبتسبب خسائر وكوارث مرضيه بعد كده. كوارث مش خسائر، كوارث. طيب دكتور، عملت لنا مثلث. ايوه قلت لنا المثلث ده انا فاكره كويس جدا. قلت لنا ده خط الحمايه عن الصناعه. تمام. الضلع الاول اللقاح. اللقاح. الضلع الثاني طريقة التطبيق. الضلع الثالث تطبيق اللقاح. تمام. النظافة والأمان الحيوي والمحافظة على القطيع خصوصا أول 15 يوم. أيوة أنت قلت والنبي خدوا بالكم القطيع 15 يوم بس. بعد كده أنت الطائر مناعته زادت وهيبتدي يحمي نفسه. أنت بتلحقه وهو لسه يا عيني ما عندوش حاجة تحميه. دلوقتي هنقابل الدكتور حسين علي حسين وكيل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة وأستاذ الفيروسات، وهيعرفنا بأحدث الابتكارات في تصنيع لقاحات الدواجن. ركزوا معاه. النهاردة في محاضرة شيقة جداً كلمتنا على العلم رايح فين في تحفيز الأجهزة المناعية للطائر في الأعمار المبكرة، يعني في أمل نحمي القطعان بتاعتنا، المربي ما بقاش خايف. عايز أعرف من حضرتك إزاي؟ هو الاتجاه النهاردة في الحفاظ على الكتاكيت في الأعمار المبكرة، وهي الأعمار اللي بيبقى فيها معدل حدوث العدوى للفيروسات المختلفة بيبقى مبكرا جدا، فما بنلحقش احنا باللقاحات المتاحة ان احنا نقدر نعمل مناعات بدري شوية. هو لسه الجهاز المناعي بتاع الطائر لسه ما اتكونش في اول 10 ايام. لا هو اتكون في من عمر 18 يوم هو في البيضة اتكون، ولكن هو بيحصل ماتيوريشن او بينضج في اول 10 ايام من عدم نضوج. فعشان كده النهاردة العالم كله بيتجه، وعلماء المناعة بيتجهوا الى حتة المناعة الطبيعية، ونزود الحمل بتاع المناعة الطبيعية ونثير الجهاز المناعي ان هو يشتغل في اول 10 ايام من العمر، على اساس ان هو المناعة الطبيعية دي بتشتغل ضد اي عدوى ايا كانت، سواء فيروسية او بكتيريا او فطرية او طفيلية، اي عدوى بجميع اشكالها بيقدر الجهاز المناعي يتعامل معها. فلان الجهاز المناعي عندنا 3 انواع من الاستجابات المناعية اللي احنا عاوزينها، سواء استجابة مخاطية او استجابة دموية او استجابة خلوية. فالحقيقة المناعة الطبيعية دي لو قدرت انا اشغلها بدري جدا هيكون ليها انعكاس، مش بس مناعة طبيعية لوحدها، انعكاس على المناعة التخصصية لعدوى معينة ان حدثت في اول اعمار من العمر الكتكوت. يعني ده بيقلل النفوق في الطيور في العمر. الهدف الاساسي من هذا التكنولوجيا وتطبيقه في صناعه اللقاحات ان احنا بنحدث مناعات مبكره عشان نقلل الخسائر الاقتصاديه حال حدوث العدوى، وفي نفس الوقت انا بدي مردود كبير جدا على المناعه التخصصيه اللي هي المفروض هتحميلي وتقلل الخسائر الاقتصاديه في حال ظهور المرض. يبقى احنا عندنا عدوى في ظهور مرض في الاخر وخسائر اقتصاديه. الدكتور اياد حرفوش هو الرئيس التنفيذي لشركه اي اف تي للقاحات والادويه البيطريه، وهيكلم عن حجم التعاون مع شركة MSD الأمريكية لصحة الحيوان وتأثير التعاون ده على قطاع الدواجن في مصر. الكبير مع كبير يا دكتور، احنا أكبر شركة لقاحات وأدوية بيطرية وإضافات أعلاف في مصر، وتعاوننا بشكل كبير جدا كوكيل حصري لشركة MSD الأمريكية، أكبر صانعة لقاحات في العالم سواء بشري أو بيطري. التعاون ده دكتور انعكس ازاي على صناعة الدواجن في مصر؟ استفدنا منه ازاي؟ طبعا تعليقا على الملاحظة الذكية بتاعت الكبير بيروح مع الكبير. انت عارف الشركات دايما الرائدة زي شركة MSD بيكون لها معايير واضحة في اختيار الوكيل. طبعا. من ضمنها مثلا معيار ما تلاقيهوش عند الشركات الصغيرة اللي هو معيار الالتزام المؤسسي او الكومبلاينس. ازاي الشركة دي تكون اخلاقية العمل فيها على مستوى معين من الالتزام القانوني والاخلاقي. ده معيار تاني، معيار قدرة الوكيل بتاعها على الوصول للسوق، قدرته على تقديم الخدمات الفنية. احنا من خلال علاقتنا بشركة MSD قدرنا نقدم اول لقاح مركب ثلاثي ضد الكمبورو والنيوكاسل والمرج في السوق المصري. مش اللقاح لوحده، لكن طبعا اللقاح ده مدعوم بخدمات فنية وخدمات تحصين لضمان جودة تطبيق اللقاح على مستوى معامل التفريخ على مستوى الجمهورية كلها. دي كانت إضافة كبيرة للسوق المصري والقطاع الداجني في مصر،
ضد مرضين من أهم الأمراض اللي بيسببوا خسائر. ده الإنوفاكس مش كده؟ بالضبط، ضد جمبرو ونيوكاسل، من أهم الأمراض اللي بتسبب خسائر لكل قطاعات الإنتاج الداجني. نازلين كمان بلقاحين جداد للH9 إنفلونزا وكمان للنيوكاسل، حضرتك هنبدأ فيهم إزاي عشان الناس تفهم مدى خطورة هذه الأمراض ومدى قدرة اللقاحات الجديدة دي على التصدي ليها في الأعمار المبكرة؟ طبعاً اللقاحين الجداد بالبامب تكنولوجي، ودي تكنولوجي حصرية للMSD، الفرق اللي فيهم إن بيعملوا مناعة سريعة للقطعان، وده كان طبعاً نقطة بالنسبة لمرض الH9 معروفة جداً المشكلة دي، إن المناعة اللي بيحققها اللقاحات الميتة المتاحة حالياً متأخرة نوعاً ما. ففي قطعان التسميم ممكن ما ناخدش الجدوى العالية منها. في البامب تكنولوجي بناخد استجابة مناعية سريعة، فبالتالي قطيع التسميم اللي عمره قصير نقدر ناخد مناعة سريعة تحمي القطيع من مرض الH9 بوجود أو بفضل البامب تكنولوجي، وتقلل الخسائر الاقتصادية. بالظبط كده. قابلنا في الملتقى الدكتور محمود رفعت، رئيس قطاع إنوفال بشركة IFT للقاحات والأدوية البيطرية، والقطاع ده تحديداً مسؤول عن التطبيق الأمثل والأكفأ للقاحات الحديثة للدواجن. حضراتكم بتقوم مجهود كبير جداً عشان اللقاحات اللي احنا بنسمع عنها في العالم كله تيجي مصر وتطبق بشكل سليم عشان الصناعة تستفيد. إيه اللي بنعمله عشان نضمن تحقق ذلك؟ النهاردة احنا لما جينا اتكلمنا المؤتمر كله على لقاحات MSD، وهي من أفضل اللقاحات اللي موجودة على مستوى العالم، لقاح الإينوفاكس عشان يصد ضد الجمبور والنيوكاسل، ولقاح البامب عشان يصد ضد الH9 والنيوكاسل. وزي ما حضرتك قلت بالظبط ان احنا اللقاحين دول افضل لقاحين، بس القضية كلها في ان هم يوصلوا للفرخ. عشان كده بدأنا نعمل منظومة اسمها إيفاز. إيفاز هي منظومة متابعة اللقاح من اول لما يكون عندي في المخزن لغاية لما يوصل للفرخة، لغاية لما الفرخة دي توصل للعميل. طبعا المنظومة دي فيها نقاط كتير، ولكن من أفضل النقاط اللي احنا عملناها ان رقم واحد ان مفيش أمبولات من اللقاح تبقى موجودة عند أي عميل محفوظة عنده، هي محفوظة في الشركة عندنا. وقت ما العميل يديني أوردر ان انا عاوز أحقن اللقاح في معمل التفريخ، اللقاح بيطلع من عندي بيروح على المعمل، وبعد كده هوت لما بيروح على المعمل طبعا ببقى يعني مراقب على التخزين بتاعه، مراقب على ازاي بيوصل لغاية المعمل. هناك بيبقى فيه فريق من إنوفال يراقبوا على جودة التحصيل. الدولة النهاردة بتعيد تنظيم صناعة الدواجن حسب تأكيد الدكتور مجدي حسن نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، اولا بلجنة عليا للتخطيط، وثانياً بمركز عالمي للأوبئة، وثالثاً بتفعيل السعر العادل لكيلو الدواجن من خلال البورصة السلعية سواء للمستهلك أو المنتج. وطبعاً لو اتحققت الخطوات الثلاثة صناعة الدواجن في مصر هتنافس البرازيل، وكلنا في الانتظار.